thank mm -hmm. you السلام عليكم طلبتنا الاعزاء وجميع متابعي فضائيه العراق التربويه في درس جديد من دروس الكيمياء للصف الخامس العلمي. طلابنا الاعزاء في درسنا لهذا اليوم ان شاء الله نتناول الاشعه واحب ان اذكرك وانبهك الى مثلا الدفء وكذلك الضوء وكذلك الكثير من المواد في حياتنا تنتقل على على شكل امواج. لذلك تلاحظ عندما ترمي حجر مثلا في الماء تتكون امواج ما علاقتها بموضوعنا لهذا اليوم خلينا ننتقل للسبوره ونذكر هذا الكلام طلابنا الاعزاء اولا بدايه خلينا نتكلم عن الاشعاع الكهرومغناطيسي كل ما ذكرنا اشعه اكس الاشعه السينيه كذلك الضوء وغيرها هي عباره عن اشعه كهرومغناطيسيه تشترك بان لها تردد لها طول موجي وكذلك سرعتها بسرعه الضوء اللي هي 3 في 10 اس 8 متر بالثانيه. خلينا نتكلم عن الاشعه الكهرومغناطيسيه. هي تعبير يستخدم للتعرف على الانواع المختلفه من الاشعاع ويشترك بصفات متشابهه كانتقاله في الفراغ بسرعه واحده اللي هي سرعه الضوء ولكل نوع من الاشعاع له صفه موجيه او تردد خاص به وايضا له صفة دقائقيه. اذا تلاحظ عزيزي الطالب لما تتكون امواج مثلا هذه الامواج، اذا كانت اصغر. هذه الامواج لما تكون اصغر اذا ترددها اكبر، ما هو التردد؟ التردد عدد القمم او اللي تمر بنفس النقطه في الزمن. كذلك ما هو الطول الموجي؟ الطول الموجي هو المسافه بين قمتين او قعرين اللي يرمز له لمده، كذلك اذا نقول بين قمتين او قعرين، هذه من صفات الاشعه الكهرومغناطيسيه، خلي نلاحظ طلابنا الاعزاء ما المقصود بتردد الموجه؟ تكلمنا عن الطول الموجي اللي هو يقاس باللمده ما المقصود ب او يرمز له لمده، ما المقصود بتردد الموجه؟ وما وحدات التردد؟ ثم اذكر العلاقه الرياضيه بين التردد والطول الموجي. تردد الموجه عدد الامواج التي تحدث في الثانيه عندما يمر الاشعاع بنقطه محدده، وحداته واحد على سكند، واحد على الثانيه. طيب. إذا تلاحظ عزيزي الطالب العلاقة اللي تربط بين التردد والطول الموجي وهي أن لنيو أو التردد يساوي سرعة الضوء على اللمدة اللي هي الطول الموجي إذا خلينا نعرف سرعة الضوء وهي ثلاثة في عشرة أس ثمانية متر بالثانية والنيو اللي هو التردد ووحدته واحد على السكند واللمدا مثل ما ذكرنا ترمز للطول الموجي بوحده المتر. اذا طلابنا الاعزاء قد يسال احد طلابنا ما هي علاقه الاشعه الكهرومغناطيسيه بمكونات الذره؟ طلابنا لاحظ العالم ماكس بلانك عند دراسته اشعاع الاجسام الساخنه انها تبعث الطاقه على شكل كمات اي كميات. وهذه هذا الانبعاث لا يحدث بشكل مستمر انما بشكل متقطع. فخلينا نعرف ما هو الكم وما هو علاقته بمكونات الذره. اذا طلابنا الاعزاء مثل ما ذكرنا هذه كانت بدايه نظريه الكم. افترض العالم ماكس بلانك ان الاشعه الكهرومغناطيسيه كانها حزمه من مجموعه من الطاقات. والتي تسمى بالكمات، لذلك تسمى النظرية الكمية. ماذا تفترض نظرية الكم؟ أو ماذا اقترح العالم ماكس بلانك؟ إن الأجسام الساخنة مثل ما ذكرنا تبعث طاقات بكميات محددة صغيرة تدعى الكم أو مجموعة الكمات. عرف الكم أو الكمات هي الكمية الأدنى من الطاقة التي يمكن أن يفقدها. او يكتسبها الجسم وتتم عمليه فقد الطاقه او اكتسابها على شكل دفعات او تدفقات من الطاقه ومقدار الطاقه المفقوده او المكتسبه هي مضاعفات صحيحه لهذا الكم طبعا يتوقف مقدار الكم على تردد الاشعاع اذا طلابنا الاعزاء هذه كانت البدايه لنظريه الكم كانت هذه بدايه لنظريه الكم. خلينا نستكمل كلامنا. طلابنا الاعزاء بعد سؤال علامه يتوقف مقدار الكم. ذكرنا بانه يتوقف مقدار الكم على تردد الاشعاع. طيب سؤال اكتب علاقه او علاقه بلانك مبينا بالرموز. طبعا الاي عزيزي الطالب هي الطاقه والاتش هو ثابت بلانك اللي هو ستة وثلاثة وستين بالمئة في 10 اس سالب 34 ومثل ما تلاحظ الوحده جول في سكند اللي هي جول وحده الطاقه مثل ما تعرف وفي التردد اذا اصبح الان عندنا العالم بلانك فرض هذه العلاقه او استخدم هذه العلاقه طيب هذه العلاقه هل استفدنا منها بالكيمياء نعم جاء العالم أينشتاين واستفاد من المعلومات اللي أعطاها العالم بلانك وقدر أن يفسر ظاهرة التأثير الكهروضوئي فما هي هذه الظاهرة؟ عند سقوط الضوء عزيزي الطالب على سطح فلز فإنه يبعث ألكترونات يبعث عند سقوط ألكترون على ضوء عفوا على قطعة فلز فإنه يبعث ألكترونات لكن هذا الضوء الساقط يجب أن يكون في تردد الترددات يصل إلى تردد حتى يبدأ بأن يبعث سطح الفلس الألكترونات دونها لا يبعث يسألنا بعض الطلاب طيب إذا ازداد هذا تزداد شحنة الألكترون يعني الكمية اللي يحملها خلي نلاحظ هذا الكلام ونتوسع به للعالم طبعا طلابنا التأثير الكهروضوئي أو السؤال اشرح ظاهرة التأثير الكهروضوئي وبين تفسير أينشتاين لهذه الظاهرة وماذا أضفى الضوء آه وماذا أضفى التفسير على طبيعة الضوء ظاهرة التأثير الضوء الكهروضوئي هي ظاهرة انبعاث الإلكترونات من فلز انبعاث الإلكترونات من فلز عندما يوجه إليه الضوء حيث أن انبعاث الإلكترونات يعتمد على تردد الضوء اي على طاقته طيب ما هو الفوتون عزيزي الطالب ما هو الفوتون الفوتون هو جسيم من الاشعاع الكهرومغناطيسي له كتله تساوي صفر اي كتلته صفر لكن يحمل كم من, من الطاقه تعتمد على تردد الموجه الكهرومغناطيسيه تمتاز طاقه الفوتون بالتردد الادنى اللازم لانبعاث الالكترون بالتغلب على طاقه الارتباط في الذره. اذا عزيزي الطالب الفوتون هو جسيم كتلته صفر ويحمل كم من الطاقه. وعندما يسقط على الذره فانه يبعث يعني ينتزع الالكترون يبعث الالكترونات. طيب خلي نلاحظ هذا التفسير لأينشتاين ماذا أضفى ماذا يحدث للإلكترون عند اكتسابه للطاقة أو ماذا أضفى أينشتاين في تفسيره لظاهرة التأثير الكهروضوئي الصفة الدقائقية إلى جانب الصفة الموجية له طلابنا الأعزاء إذا ماذا يحدث للإلكترون عند اكتسابه طاقة؟ عند اكتسابه طاقة يصبح مثار فينتقل إلى مستوى آخر فتكون طاقته أعلى من المستوى الذي كان موجود فيه. خلي نفرض هذه النواة والإلكترون موجود في هذا المدار اكتسب طاقة الإلكترون ينتقل إلى مستوى أعلى من الطاقة. يسالنا طالبنا عندما يفقد طاقه يعود الالكترون إذا الى نفس المستوى الاساسي الذي بدا منه ويبعث هذه الاشعه على شكل اشعه كهرومغناطيسيه على شكل موجات. طيب طيف زين وضح العباره انبعاث الالكترونات يعتمد على تردد الاشعاع. اذا كان تردد الاشعاع الذري مثل ما ذكرنا الذي يرتطم بسطح المعدن منخفض نلاحظ لا نلاحظ انبعاث الكترونات وعند استخدام تردد يعني نزيد التردد يحصل فجأة يبدأ عنده الالكترونات بالانبعاث وإذا تجاوز الإشعاع تلك القيمة الدنيا لا يزداد أحب أكد عزيز الطالب عدد الالكترونات ولكن تزداد الطاقة التي يحملها الالكترون خلي ناكد على هذه النقطة. العالم اينشتاين بظاهرة التأثير الكهروضوئي أنه يصل مثل ما عرفنا إلى حد بعد هذا الحد يبدأ تبدأ الإلكترونات بالانبعاث، لكن إذا زدنا الشدة لا تزداد عدد الإلكترونات المنبعثة ولكن تزداد طاقة الإلكترون. طيب وذكرنا أن هذا التفسير أضفى على الضوء الموجية والدقائقية كذلك، نتكلم عن الأطياف الذرية عزيزي الطالب، ما هو طيف الانبعاث الخطي والطيف المستمر؟ تلاحظ عزيزي الطالب العالم نيوتن قام بإمرار الضوء على موشور زجاجي فلاحظ ألوان الطيف. بدءاً من البنفسجي إلى اللون الأحمر. طيب ما علاقته بموضوعنا؟ نلاحظ أنه الطيف الشمسي أو الضوء هو عبارة عن طيف مستمر. ما هو معنى طيف مستمر؟ إنه لا توجد مناطق معتمة أو فاصلة بين الألوان. لكن الطيف الخطى هناك مناطق معتمة فاصلة بين الألوان. خلي لاحظ هذا الكلام اذا طلابنا الاعزاء طيف الانبعاث المستمر مجموعه الالوان المتحلله لضوء الشمس تبدا من اللون البنفسجي تنتهي مثل ما ذكرنا باللون الاحمر تكون مستمره اي متصله مع بعضها طيف الانبعاث الخطي مجموعه الالوان المتحلله لذرات عنصر نقي في الحاله الغازيه مثار وتكون الوانه منفصله اي يفصل كل لون عن لون او يفصله مسافه معتمه كبيره نسبيا ويكون لكل عنصر طيف خطي يميزه عن غيره من العناصر، لذلك استفاد العلماء او يستفادون بالوقت الحالي من من دراسه النجوم ومكوناتها من خلال الاطياف او اطياف الانبعاث لها ومعرفه ما تحتويه هذه النجوم من مكونات او عناصر او مواد. لذلك طلابنا الاعزاء ميزنا بين الطيف الخطي والطيف المستمر. الى هنا طلابنا الاعزاء نصل الى نهايه درسنا لهذا اليوم. نلتقيكم في دروس اخرى ان شاء الله.